ارتبط اسم الرئيس الأمريكي 38 جيرال فورد بعفوه عن الرئيس ريتشارد نيكسون بعد أحداث فضيحة ووترغيت الأشهر في تاريخ أمريكا عام 1974، لكنه تميز أيضاً ببعض الخصائص، فهو الرئيس الوحيد الذي لم ينتخب قط ولا حتى نائباً للرئيس، وهو الرئيس الوحيد الذي تعرض لمحاولتي اغتيال خلال فترة رئاسته القصيرة. والأكثر إثارة هو معرفة أن المحاولتين كانتا من قبل امرأتين والوحيدتين اللتين تم اتهامهما بمحاولة اغتيال رئيس على الإطلاق، وكان ذلك في شهر سبتمبر من عام 1975. لماذا تعرض جيرالد فورد لمحاولتي اغتيال في غضون شهر واحد؟ وما قصة المرأتين؟ في أواخر عام 1973 استقال سبيرو أغنيو نائب الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه بعد اتهامات الرشاوة والتهرب الضريبي الموجهة له، فعين نيكسون بدلا منه جيرالد فورد ممثل ميشيغان الشهير وزعيم الأقلية في مجلس النواب نائبا جديدا له. وأدى فورد اليمين في الثالث من ديسمبر عام 1973، لكنه لم يشغل ذلك المنصب لفترة طويلة. حين اضطر نيكسون إلى الاستقالة في عقب فضيحة ووترغيت في الثامن من أغسطس عام 1974، أدى فورد اليمين الدستورية في اليوم التالي وأصبح الرئيس 38 للولايات المتحدة. بعد شهر من أداء اليمين أصدر فورد عفواً شاملاً ومثيراً للجدل عن نيكسون، فالعفو لم يحظى بشعبية كبيرة لتورط نيكسون بالفعل، كما لم يقبل الكثير من الناس حقيقة أن فورد لم يتم انتخابه لمنصبه. في تلك الأثناء كانت البلاد تعاني من ركود اقتصادي ونقص في النفط، بالإضافة إلى العديد من الاضطرابات الاجتماعية، وفي ذلك الجو المشحون والقابل للاشتعال بأية لحظة وجد فورد نفسه محاصراً وكان في الأساس ذا شعبية معتدلة. كان فورد يأمل بالحصول على ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى في خريف عام 1975، وكجزء من حملته قام بجولة عبر كاليفورنيا. وفي صباح اليوم الخامس من سبتمبر حين كان فورد في طريقه إلى مقر ولاية كاليفورنيا للقاء حاكم الولاية آنذاك جيري براون والتحدث إلى الكونغرس، كانت هناك حشود من الناس متجمهرة في الشارع رحب بهم فورد بكل سرور. ومن بين الحشد برزت فجأة امرأة ترتدي ملابس حمراء من رأسها حتى أخمص قدميها، وأخرجت مسدساً عتيقاً من طراز كولت 45 ووجهته نحو الرئيس لتطلق رصاصة فارغة. تلاها صراخ المرأة لم تنفجر. في تلك الأثناء قام العميل الخاص لاري بويندورف بانتزاع المسدس منها، بينما سارع عملاء الخدمة السرية الآخرون بفورد إلى بر الأمان، واستمرت القاتلة المحتملة في الصراخ لم تنفجر لم تنفجر. وجد الضابط 4 طلقات في المسدس ولم تكن هناك طلقة في بيت النار، ويبدو أن القاتلة المحتملة لم تتدرب على كيفية استخدامه. تعرف الصحفيون والعديد من المارة على المرأة الصغيرة ذات الرداء الأحمر، وكانت لينيت فروم واحدة من أتباع السفاح تشارلز مانسون وأول امرأة على الإطلاق حاولت اغتيال الرئيس. الجدير بالذكر أن تشارلز مانسون كان مجرماً معروفاً بالسفاح الذي روع أمريكا وشكل عام 1967 جماعة عرفت بعائلة مانسون مقرها كاليفورنيا، وارتكب أتباعه سلسلة من 9 جرائم قتل مروعة عام 1969، وكانت فروم قد انضمت إلى عائلة مانسون منذ بدايتها وهي بعمر 17 بعد أن طردها والدها من المنزل. بعد محاولة الاغتيال أوضحت فروم لاحقاً أنها كانت قلقة بشأن الآثار البيئية، وأنها كانت تريد نشر الوعي بالوضع المزري للبلاد
وبث الخوف في الحكومة بقتل رمزها الرئيس. في 19 من نوفمبر عام 1975 أدينت فروم بمحاولة اغتيال الرئيس وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، لكن هذه لم تكن نهاية قصتها، فقد تمكنت فروم من الفرار بعد تزوير المرض في أواخر عام 1987، وبعد يومين فقط تم القبض عليها. واصل فورد جولته في الساحل الغربي، وفي 22 من سبتمبر بعد 17 يوماً فقط من محاولة فروم اغتياله، تعرض ثانية لمحاولة اغتيال، وهذه المرة في سان فرانسيسكو. كان ذلك بعد خطابه لمجلس الشؤون العالمية حين غادر فندق سانت فرانسيس، وكان يهم بدخول سيارته الليموزين ملوحاً للحشود المتجمعة، فسمع فجأة صوت طلق ناري ومرت رصاصة على بعد بوصات من رأسه لتستقر في المدخل الذي كان قد خرج منه للتو. وحين رأى أحد المارة، وكان المارينز السابق أوليفر سيبل، امرأة تسحب مسدساً من عيار 38 وتطلق النار على الرئيس، أمسك على الفور بذراعها التي حملت المسدس بها، فأطلقت رصاصة ثانية عالياً في الهواء، ارتدت وأصابت رجلاً، لكنه نجا من الموت. وقام عملاء الخدمة السرية مرة أخرى بدفع الرئيس إلى بر الأمان. تم التعرف إلى المرأة على الفور من قبل الخدمة السرية، وكان اسمها هذه المرة سارة جين مور، وهي أم عزباء في منتصف العمر وثاني امرأة على الإطلاق تحاول قتل رئيس أمريكي. قبل سنوات كانت مور قد انخرطت في منظمة People in Need، وهي منظمة مساعدات غذائية أسستها عائلة هيرست الثرية. تطوعت مور بخدماتها كمحاسبة للمنظمة، والمثير في الأمر أنها كانت تعمل أيضاً مخبرة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب اتصالاتها بجماعات متطرفة مختلفة. في 12 من ديسمبر أقرت مور بأنها مذنبة بمحاولة اغتيال الرئيس، وقالت إنها فعلت ذلك من أجل إشعال ثورة، وأنها لم تكن الشخص الوحيد الذي أراد قتل فورد، ولو لم تطلق النار عليه لكان من المؤكد أن شخصاً آخر سيفعل ذلك. وبالفعل، وفي تلك الأثناء كان هناك الكثير من الأنشطة المناهضة لحرب فيتنام وللحكومة. في الشهر التالي حكم على مور بالسجن المؤبد، لكنها حاولت الهرب أيضاً في فبراير 1979، وتمكنت من تسلق السياج والهروب من السجن الفيدرالي، ومع ذلك تم العثور عليها بسرعة لتعود إلى الحجز. في 31 من ديسمبر عام 2007 منحت مور الإفراج المشروط بموجب قانون فيدرالي يقضي لأنها أمضت 30 عاماً مع المحافظة على سلوكها الجيد. كما تم إطلاق سراح فروم بشروط عام 2009 بعد عامين ونصف من وفاة فورد لأسباب طبيعية. وحتى اليوم لا تزال فروم ومور هما المرأتان الوحيدتان اللتان حاولتا اغتيال رئيس أمريكي على الإطلاق. أما حقيقة أن كلتا المحاولتين تم إجراؤهما ضد نفس الرئيس وفي غضون أيام بينهما، فهي ما جعلت الأمر أكثر تميزاً. إذا أعجبك الفيديو اشترك معنا وفعل الإشعارات ليصلك كل جديد.